برسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك واتبع عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ذكرى في الدور ونسميه أمدح نبيك صلى الله عليه وسلم. والشكر موصول للجنة السياسية اللي قامت بهالعمرة للطليان للمجاهدين اللي صبوا هم أحلام مسعود الترهوني عضو اللجنة العلمية والخبراء ومقرر اللجنة العلمية حظيت بشرف أن يكون من ضمن اللجنة التحضيرية لهذه الاحتفالية الجامعة لكل المكونات الاجتماعية المكونة لبرقة من أجل ميثاق اجتماعي شامل لكل المكونات يحتوي على 22 بند تشمل النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بإذن الله يكون هناك توافق على هذا الميثاق اللي هو نسعى أن يكون قاعدة لدستور شامل لكل الليبيين. سيتم في هذه الاحتفالية تكريم العائلات اللي كان لها شرف السعي في وساهمت في استقلال ليبيا عام 1952 العائلات طبعا عائلة العنيزي عائلة القلال عائلة شلوف عائلة شنيب في ناس من ثلاث من الأمم المتحدة وإن شاء الله يا رب يكون هذا الاحتفال الجامع خطوة للأمام في طريق المصالحة الوطنية والوحدة الوطنية الليبية بإذن الله اللي نسعى لها جميعا واللي هي أمن وأمان واستقرار ليبيا. العيد العداني رئيس اللجان اليوم أقام مكون التابو عن طريق اللجنة السياسية هذا الاحتفال القيم والقيم جدا وهو تكريم بعض الشخصيات التي كانت من أسست أو من أسست ليبيا فبمناسبة عيد الاستقلال فكان هذا الاحتفال الذي هو على مستوى رفيع من الحضور فهذا الاحتفال هو حضور كان هناك حضور لبعض النواب والوزراء ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين وهناك بعض الكلمات وبعض الأمور والثوابت التي تماشى بها هذه اللجنة السياسية حقيقة الآن أنا موجودة هنا كرئيس فريق البروتوكول لدى اللجنة السياسية ولدى مكون الحضور فإن شاء الله حتكون ليبيا بفضل الخيرين وبفضل نسائها سيدات الوطن ورجالها الشجعان ستكون ليبيا دائما في الاستقرار واحدة من أجل صوتها فتحية لكل من وهب